وهو ده بقى اللي جابني لحد هنا. قلت برضو فواز واعي وبيعرف يتكلم، هيعرف يطلع كل اللي جواه. هو انت مش بتقولي ان هو راح لابو الحاج واتكلم معاه؟ يا انهار ابويا دماغه عالية، هيسمع منه ومش هيديله المفيد. لكن فواز بقى حاجة تانية، هيمد ايده ويكبش ويطلع كل اللي جواه. ما بقتش فاهمة علي خالص. ربنا يسوقك يا فواز ويجي الحياة ويحقق لها كل اللي نفسها فيه يا رب. يا لهوي، انا خبطت على جارتي وسبت العيال عندها وجيت على ملا وشي، عاوز الحق اروح قبل ما يجي ويطين عيشتي. هو فواز هيتاخر؟ يا اختي والنبي ما عارفه، من يوم ما اتجوز الجوازه السودا دي ما بقتش عارفه له حاجه، ولا عارفه له مواعيد، ولا عارفه له نظام. حتى هي يا اختي ما بقتش بتقعد في البيت. خرجت من غير ما تقول له؟ نعم، انت ضايقه عن اخوكي؟ ده كان جابها من شعرها. بحسب صراحة يا أنهار نفسي أشوفها قوي. مش للدرجة دي يعني، دي حتى شكلها ملخبط ومفيش حاجة راكبة على بعضها. زينب جد. طب بقول لك إيه، الأصول أم أسلم عليها مش كده ولا إيه؟ يا أختي الأصول أكل مصارينها وأريح نفسي. يا بنت عيب بقى الله، وبعدين أنا عاوزة أشوفها. بونسوار. مين انت؟ انا عميت اخته، انا حقيقه اخت فواز. اتشرفنا. ميرسي. تعالي حبيبتي، تعالي اقعدي. لا معلش، راح فوت اوضه ارتاح شويه لانه كتير تعبانه. وماله حبيبتي، البيت بيتك، الايام جايه كتير وان شاء الله نقعد مع بعض ونرغي للصبح. يا لهوي، البت فارعه قوي يا انهار. يا اختي ارحميني شويه، انا هلاقيها منك ولا من اخوك فواز. راعي مشاعري يا حياه، مش كده؟ حرام عليك يا واد، انت الاصلي يا ولا يا قمر انت. طيب ماشي، اذا كان كده ماشي. طب بقول لك ايه، انا هروح بقى، اول ما فواز يجي تخليه يعدي عليا او يبعت لي وانا اجي له. ماشي. حاضر. هاتي بوسه. جاتك 60 نيله على خيبتك يا اختي. تنيلي عليكي يا موقوسه. انا عايز اعرف بقى، هو في ايه بالظبط؟ هو ايه؟ هيفضل كل ليله كده بايت عندها؟ هو احنا مالناش حق فيه ولا ايه؟ بنتي يخرب بيتك، الوليه قاعده في اوضتها هتسمعك، بالراحه وطي صوتك. ما تولع بجاسوستي، حنامالي اساسا. الله، يا دي النيله، يا لهوي يامه، هطلقت. ماشي يا انهار، ماشي. ورحمه امي لا خليه يبات عند الليله دي، وهتشوفي يا بنت هيطق لك عرق يا هبله. طول عمرك تمسك التراب يتحول دهب يا عم الصياد. يا ساتر يا رب، كل اعوذ برب الفلق. ايه ده؟ عارف يا فواز، كلامك اللي قلته قبل كده شغل بالي قوي، بس انا طول عمري بفكر ازاي الناس ممكن تبقى معاها فلوس كتير قوي كده، اللهم لا حسد طبعا، من غير ما يبقوا حراميه. ما تزعلش مني، انا عارف ان انت حد كويس وانك ماشي بما يرضي الله، عشان كده بسالك. اصل دي دايما الصوره اللي بنشوفها في الافلام وبنقرا عنها في الجرايد. يا عم انا ليا دعوه بافلامك ولا جرايدك، انا مسلمها لله وبشغل مخي وبتمشي. قول لي بقى، انت ازاي قدرت تخلي المصنع مصانع والشركه كبيره؟ يعني باختصار كده، ازاي قدرت تبني كيان الصياد؟ نسنس طول عمرك، نس فاكر من وانا صغير كل سطوح وليه بدروم وبين الاتنين سلم. انا البدروم بتاعي كان في يوم كنت رايح اجيب اختي حياتي المدرسه، كانت في ثانويه عامه. رحت يومها شفت حاجه بهرتني، شفت بسم الله ما شاء الله بنات زي القمر، نور طالع من وشهم ولافين بوشوشهم بطرحه وملفوفه حوالين رقبتهم، والعدد ايه؟ سبحان الله قادر على كل شيء. العدد مش عارف عد. قلت سبحان الله، البلد دي مرضي عنها، البلد دي مرضي عنها، ما ملهاش حل، ولازم يبقى ليا دور فيها. دور ايه يا معلم؟ انت عرفت ان السكه كده في ركبت السريع وطرد، وعامل فيها الشاب الواعظ ولابس الوش دوت. الله، اللي انت بتقوله ده فريق. ما تلم نفسك يا وفسح شويه. بنات وهو يا كلمه الحال بتقف الزور ولا ايه؟ ربنا يهديك، يمكن في ناس زي ما انت بتقول،
عندها استعداد تتاجر باي حاجه حتى والعياذ بالله الدين. انما الحمد لله ربك رب قلوب وعالم بالنوايا. عالم بالنوايا يا فريد. وربنا يهدينا كلنا ويكفينا شر انفسنا. استنى بس يا حد، انت زعلت ولا ايه؟ هو في حد يزعل من فريد؟ يا عم انا عريس جديد ومش ناقص نكد ومنقر على المسا. اخاف على نفسي. طب استنى يا فواز، استنى يا اخي انا جاي معاك. عاجبك كده؟ بقالنا قد ايه قاعدين مع بعض يعني؟ والله ما انا عارف يا حاج، بس الظاهر اني عطلتك. يا ابني اقعد. الله الله، وانا بسالك عشان تقول لي عطلتك وهتقوم؟ ما انا عاوز نقول ايه بس يا حاج؟ عاوزك تقول القعده دي كلها ما كانتش عطلتك. والله يا حاج انا ارتحت اول ما اتكلمت معاك. تعالي يا ابني، اللي زي عايش يومه هو مستني ساعته. أنا مش عاوز أقلق على حياة بنتي يعني. طولة العمر ليك يا حاج. طول ولا قصر؟ ما هواش دايم صدقني. أنا علي عاوز أطمن على حياة بنتي. جرايا يا حاج، أنت ليه قلبتها دراما كده؟ وانت فيك حاجه لا سمح الله؟ كل واحد فينا بيجي عليه وقت يبقى عاوز يشيل من فوق عشان يمسك الحاجه اللي مبقاش طويله. بس انت علي مش محتاج ليه؟ عارف ليه؟ ليه يا حاج؟ لان حياه بنتي مش باصه لابوها ولا باصه لاخوها ولا في بالها انت بتاخد كام ولا هي عايشه ازاي. ايوه، ويوم ما بتتخانق معاك عشان تشتغل مع فواز يعني، فده عشان تريحك من العذاب اللي انت فيه يعني. هي دي حياة بنتي، هي دي حياة بنتي يعني.